ما أحلى الرجوع إليه. موتوا قبل أن تموتوا، كيف يعني؟ هي فكرة فلسفية، نحن ما عرفنا. لتموت في داخلك السلبيات، الشهوة الشهوانية غير الحقة، اقتل في نفسك الشهوات والشبهات والطغيان، الرغبة بالقفز على حقوق الآخرين. موتوا أي اعدموا المآكل والمشارب والمناكح، يعني مو انه اعدموه يعني بطلوه، انه موتوا من الجوع. بدي حدا يكون يفهم علي. خلي الدنيا في جيوبك، حاول قد ما بتقدر تعمر جيوبك بالمال بس مو قلبك. موتوا يعني غادروا الدنيا روحيا، فلسفيا، عبقريا، قبل ان تغادروها بالفعل فيزيولوجيا. اقتل كل سلبياتك، وإذا أنت تنتهي من سلبياتك إلى جنة الخلد.